تفاصيل أهم الأخبار لهذا الأسبوع من The Love and Show معاي أنا فيصل قحطاني، تابعونا. تداول المغردون في تويتر لهذا الأسبوع أنباء عن خبر اعتزال فنان العرب محمد عبده، وروتانا تؤكد موعد حفلة ليلة المعازيم لفنان العرب اللي راح تقام في 14 يناير بمسرح محمد عبده أرينا. في مقطع سابق علق محمد عبده على نفس هذا الموضوع، خلونا نشوف رأي أبو نورة. موضوع الاعتزال هل هو وارد عند محمد عبده؟ هل ممكن للفنان أو المطرب أن يعتزل أبو نورة؟ لا 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 يمكن. الفنان اللي المستعير لفنه أو مستعير لإبداعاته هو اللي يعني يتوقف، لكن الفنان ما أعتقد أنه. وفي خبرنا الثاني لهذا الأسبوع، صدر قانون بمنع إدخال كبار السن إلى دار الرعاية إلا بموافقتهم ورضاهم أو بموجب حكم قضائي. وفي خبرنا الثالث، مع نهاية هذا الشهر يناير الجاري راح يتم إلغاء حالة التحصين لأي شخص مضى على أخذه للجرعة الثانية 8 أشهر وأكثر. نسمع التفاصيل أكثر من متحدث وزارة الداخلية. وأنه من يوم السبت الموافق 29/6/1443 سيبدأ صدر تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من أمضى 8 أشهر وأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك الفئات العمرية 18 عاما فأكثر. وهذه كانت أخبارنا لهذا الأسبوع من The Love and Show. اشتركوا معنا عشان توصلكم آخر الأخبار، ولا تنسون تتابعون منصات Love and السعودية. نشوفكم على خير وفي أمان الله.